مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية مع شوط ختام تظاهرة هذا الصباح المميز الجميل مع أبناء القبائل هنا بهذه الانطلاقات الصباحية. نذكركم بأن انطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقة وتحديات هنا أيضا مع الحول والزمول لأبناء القبائل التي نتابعها في مسيرة هذه أيضا الأشواط. نتابع شوط الختام الخاص بالمهجنات هنا الأصايل، ونسير معكم للانطلاق، نسير هنا بتحديات. نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والمنطلقة على الصدارة هنا والمركز الأول. تأتينا رهف لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتينا هنا ملوح بخيت بن حاضر بن سعيد الفلاحي، من تأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث وشل العلي بن سالم بن حمد لقتبي هنا، من قدم لنا أيضا رعد في هذا الصباح هنا الوصول من عذر راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي، من يقدم لنا عذر بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة الوصول هنا والقادمة. هناك الشاهينية سعيد بن محمد بن حسن الخاطري تأتي بهذه الانطلاقة هنا ناصية راشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي سادسا، وعلى المركز السابع تأتي براقة لسالم بن قنون بن مسلم الحمرور العامري، وهنا دقلة مايد بن أحمد بن هاشم العوضي، من يقدم لنا دقلة هذه الانطلاقة والتحديات. أنا المركز التاسع، المركز التاسع والقادمة نوادر محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطري، من يقدمها القادمة من ميدان السوان هنا مندفعة بهذه الانطلاقة. عاشر مراكزنا العزوم خالد بن حميد بن سعيد العلي، من تأتي على المركز العاشر، وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا تتواجد خلف العشرة المراكز لم تدخل إلى عالم الإذاعة، ترقبوها في الكيلومتر الأخير. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى رهف المنطلقة على الصدارة على المقدمة بشعار أبو سهيل سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي، من يتابعها على المركز الأول والصدارة، بينما هنا بن حاضر من يقدم لنا بشعاره هنا أيضا ملوح بخيت بن حاضر بن سعيد الف فلاحي قدم العزرة في الشوط الماضي، هنا يأتينا بهذه الانطلاقة والتحديات. وشل القادمة على ثالث مراكزنا علي بن سالم بن حمد لقتبي، وعذر عذر عذر هنا لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي، أيضا تتواجد على المركز الرابع رباعية، رباعية منطلقة هنا بصدارة الشوط وبالمقدمة، بينما هنا الوصول من قبل ناصية على خامس المراكز. ناصية هنا متواجدة راشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي، والمتسللة العزوم خالد بن حميد بن سعيد العلي متسللة أيضا على سادس المراكز. والمركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن هنا بهذه اللحظات، والمركز السابع، المركز السابع والقادمة براقة سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري، من تأتينا هذه الانطلاقة سابعة. المركز الثامن نوادر نوادر محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطري يتواجد هنا بقسيمي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا الوصول والتسلل من الجانب الآخر، آخر التسلل بهذه اللحظات من قبل هنا هقوى حياب بن مطر بن سعيد بن حذيرة من اكتبي يقدم لنا هقوى بهذه الانطلاقة الجميلة. عاشر المراكز المتسللة حشيمة محمد بن سالم بن مطوع لكتبي، من تأتينا هنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الرائع الجميل. هذه هي الأسماء، ها هي الشعارات المنطلقة والمندفعات
الأطراف هنا بهذه التحديات الجميلة هنا مع آخر أشواطنا هنا للمهجنات الأصائل ختام أشواطي هذا الصباح الجميل مع أبناء القبائل. نعود إلى ملوح على صدارة على المقدمة بخيت بن حاضر بن سعيد الفلاحي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وشل في المركز الثاني وشل هنا علي بن سالم بن حمد بن سليم لاجتبي من يقدم لنا وشل بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الرائع الجميل. عذر القادمة عذر القادمة راشد بن سعيد بن السهيل بالدليوي لاجتبي من يقدم لنا عذر على المركز هنا الثالث والمركز الرابع هنا مع الأربعة كيلومترات في ست دقائق قطعناهن هنا وسبعة عشر ثانية هنا في مسيرة هذا الشوط. نتابع هنا نتابع نتابع رهف رهف سعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد السبوسي وخامس مراكزنا القادمة ناصية راشد بن سيد بن علي الضحاك الشامسي من يقدم لنا ناصية بهذه الانطلاقة. الوصول الوصول في هذه اللحظات هنا القادمة القادمة على المركز السادس هنا تأتينا هقوة حياب بن مطر بن سعيد بن حضير من اكتبي يقدم لنا هقوة سادسا والمركز السابع وصل شعاري بن طرشوم وصل بهذه اللحظات بأول ندى أول ندى القادمة في هذه اللحظات جدوى سالم بن صالح بن طرشوم العامري يقدم لنا جدوى أول إذاعة لها هنا تنطلق سابعا المركز الثامن العزوم خالد بن حميد بن سعيد العلي القادم وصل العيسائي كذلك بأول ندى بحرير علي بن محمد بن علي العيسائي وعاشر مراكزنا القادمة هناك هي نوادر محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطر. هذه هي النتيجة النتيجة وأسامي أيضا أرى مطفية تتس سلل بأول ندى حمد بن سعيد بن علي المزروعي شعار الواضح قادمة هنا في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة. أهالي الغيل هناك برأس الخيمة يتواجدون بعد الثلاثة كيلومترات وأيضا أسامي خلف العشر أيضا أسامي أسامي. وأعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى عذر على صدارة عذر على المقدمة وعلى المركز الأول عذر هنا بشعار راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي هنا أيضا بشعار الوسمية التي تحضر في مساء هذه الليلة أيضا ونتابعها إن شاء الله. هنا نتابع نتابع الوصول من ملوح بخيط بن حاضر بن سعيد الفلاحي هو شل علي بسالم بن حمد بن سليم الاكتبي مع المنعطف الأخير والالتفاف الأخير ومحل الالتفاف الأخير أيضا بهذه الانطلاقة ناصية ناصية ناصية. هنا راشد بن سيف بن علي بضحاك الشامسي على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس والقادمة هنا هقوة 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 هنا حياب بن مطر بن سعيد بن حضير من اكتبي مع هقوة هنا القادمة بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. هنا تأتينا العزوم خالد بن حميد بن سعيد العلي والقادمة هنا أيضا حشيمة محمد بن سالم بن مطوع الاجتبي من تاتي هنا على سابع المراكز المركز الثامن أهالي الغيل القادمين هنا والمتسللين مع مطفية حمد بن سعيد بن علي المزروعي وهنا القادمة بأول ندى كذلك وصلت منصورة عبد الله بن حميد بن مطر اليابري يقدم لنا منصورة بهذه اللحظات المنطلقة هنا بعد الثنين كيلو مترات على تاسع المراكز المركز العاشر الشاهنية سعيد بن محمد بن حسن الخاطري القادمة. هذه هي الأسماء الأسماء المنطلقة الأسماء المندفعة في مسيرتنا وتحدياتنا. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود مع ملوح من عادت إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بخيت بن حاضر بن سعيد الفلاحي قد
الحاتم ها هنا بهذه اللحظات، عذر من الجانب الآخر، عذر 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 راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكبير، الناس يا راشد بن سعيد بن علي بن ضحاك الشامسي ثالثا، والمركز الرابع، المركز الرابع والقادم العزوم خالد بن حميد بن سعيد العلي، وهناك وشل علي بن سالم بن حمد الكتبي هي القادمة للانطلاقة والتحديات الجميلة. وهنا تأتي منصورة عبد الله بن حميد بن مطار اليابري القادمة في هذه اللحظات هنا في هذا الانطلاق، وهنا تأتينا حشيمة محمد بن سالم بن مطوع هنا أيضا القادمة، وأرى شعار الصعب بأول نداء من حاف من حاف لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي، قلنا لكم مع الكيلو متر الأخير الأخير أن أسامي سوف تصل في هذه الانطلاق والتحدي، ولكن ناصية من غيرت على الصدارة على المقدمة والمركز الأول راشد بن سعيد بن علي بن ضحاك الشامسي، وعذر عذر عذر راشد بن سعيد بن السيل بن دليوي لكتبي من تأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث ملوح بخيط بن حاضر بن سعيد الفلاحي، الله 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 منصورة 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 منصورة، هنا عبد الله بن حميد بن مطر الخاطري القادمة أو الجابري هنا بهذه اللحظات، عبد الله بن حميد بن مطر الجابري، ولكن الله هنا ناصية ناصية على الصدارة والأسماء قادمة، ناصية 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول راشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعة بصدارة هذا الشوط، وبالمقدمة عذر على المركز الثاني راشد بن سعيد بن سلم الدليوي الكتبي، وتأتينا من حاف من حاف من حاف لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، ناصية عذر من حاف، الله الله هنا باللحظات الأخيرة ناصية ناصية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذا الانطلاق الجميل، سلام سلام لراشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي، سلام السيف بن علي بن ضحاك على هذا الفوز، لناصية تهانينا وناموس ولحظة وصولها، سلام لإمارة أم القيوين، سلام المركز الثاني، عذر من وصلت في المركز الثاني راشد بن سعيد بن سيف بن دليوي الكتبي، المركز الثالث من حاف لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع منصورة من حلت على المركز الرابع عبد الله بن حميد بن مطر اليابري، والمركز الخامس ملوح خيط بن حاضر بن سعيد الفلاحي من وصلت هذا الانطلاق وبهذه التحديات. ها هي الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام التي تنطلق هنا بمسيرة أشواط هذا الصباح المميز الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية توقيت ناصية تهانينا راشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي على هذا الفوز المميز، 12 دقيقة 47 ثانية 7 أجزاء من الثانية توقيته، عذر سعيد بن راشد بن سعيد بن سهيل بدريوي لكتبي أيضا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة، بينما المركز الثالث وصلت هنا من حافة لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان لكتبي، من تأتينا هذا الانطلاق والتحديات ب 12 دقيقة 49 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم والزميل عبد الله القليبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزملاء في عربة النقل. نصل إلى ملخص سباق هذا اليوم ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي وانطلاقات هجن أبناء القبائل في 16 شوطا توزعت ما بين الحولي والزمول في 8 كيلومترات وما بين الأشواط الانتاج والأشواط المفتوحة، 20 انطلاقات وأيام مهرجان سمو ولي عهد دبي وأول الأشواط الرئيسية الانتاج والمنتجين المحليات الذلل ذهب مع سمحة لسهيل بن سالم بن سهيل بالقطري الخيالي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 37 وجزء واحد من الثانية هو التوقيت، والسلامات إلى الخزنة تتجه تهانينا والناموس. شوطنا الثاني للمهجنات الأصايل الذلل ذهب والتوقيت الأفضل يحضر مع غزل لياسر بن محمد بن حليس العفاري بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة و35
وثلاث أجزاء من الثانية. شوطنا الثالث وأول أشواط الجعدان الإنتاج المحليات الأصايل ذهب